والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فشك برايت عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدس بيك الدعاش خديت كين رب العالمين فيانا بيغنبري عليه الصلاة والسلام دلت ماذا زيدك إن شاء الله أفدرس أفرين اشتنا يعني بتر ببنا أجر أم بتر بيغنبري بنياس إن شاء الله بتخد السربن جيانا يبخو استفادة جب كين بدنيا خوشي بآخرة خوشي بخب كين قدوة بخب كين أسوة بتر جيانا خل بر تازة كين والبر جوان كين وأخلاق خل بر درست كين جيانا بيغنبري الصلاة بتخد السربن همیه پری درس پری عبرت هکم روف یعنی درسته البرام بر پروستیت و گو خود دت بکریار الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اید گو خود دنی نه بس بگو دان اینم بو کریار نه بس داشم بو کی بجم آچن دا خوشف ما خوف آچن دا خوش سیرت پیغمبری نه بو خوب خو است خینم از بو خوب خو یعنی گو خود دمی از بو خوب خود بجم کا تو دی او بی تو دی شیچ پیغمبری کی پیغمبر خودت بیچ چاف لبکن خودت بیچ چاف دیگو خدای خودی دی چاف لکی عند بيجي عزره وحجته وانشم وبيغمبره نا ابنا حجته خديها قلت لك خوب دي خديها قلت لك شاف لبكا بيتو جو خوب دي بيتو شاف بيغمبري بك صلاه خدي سربن ابروكا درسك ادي جانا بيغمبري عليه الصلاه والسلام بشتي بدري واف سركفنا هند امازون رب العالمين نافي كريتشي نافي كريا فرقان يوم التقى الجمعان فرقان بوتشي شنكي خلقك يعني دنج وباس بلا فابون اف عالمك يعني يا دليوانا ددلو صدلو يعني كجهته محمد عليه الصلاه والسلام وحتى تظنت حق جي وان جهته افترى ددا نمو يعني خلاص موضوع يعني قريش وزعيم وقوات مئون وهيس مئون الدنيا خرد سواده ومصالح الخلق غرفوانا افتشت نمو قوتك غادي بيدا وبسر كفت وكان كان وما ظنت قريشا بنا عبراته پیغمبر قال خفت عليه الصلاة والسلام عمر يقول يا رسول الله تقول كلاخت مرار تغفي قب خدي عمر اوان شوالا وترقل مهيا او عدي خدي تعالى قال هوا كيدي ده عذاب ده توديد پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام قب خدي اوان لا وترقل مهيا بس نشين جبان مدن ولكنهم لا يجيبون ده او بترفت ايمانات پیغمبر عليه الصلاة والسلام اب عذاب قبري اب وعد خدي تعالى زيدا بيتن هكا تو درستاي ليف بين پیغمبري تشي هكا درستاي پیغمبر صلاة خود سربن پشرو و قدوه و جيانا خو تدويتن درست كيل بر جيانا پیغمبري صلاة خود سربن قريشي دي خوصا بيدن كان اف كارساتا و اف مصيبتا و اف بلايا و اسياد توانا نكشتن و اف ديش اما وصا يعني نا بجن صلاة بيت موعد مكيريا بجن مسلمانا سفيان بيجتن بيجت موعد ما أحده أحد جهة معلومة يعني جهة كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سري وي جهة بوي وتقول أبو بكر وتقول عمري وتقول يعني عثماني قلت أف جهة حشمات كت سبحان الله يعني پیغمبر ديتي عليه الصلاة والسلام تضحية وقربانية بسلمانة يديتين شان تخوز أحمد دا أبو فيديني جهة جي يعني أف علاقتها هي بپیغمبر بيجت صلاة والسلام جبل أحد جبل يحبنا ونحبه وامجي حاجتك يعني صر ما أبي حاجتك تمنايتك والله منو تمنايتك بس بشي تويري لك برادرات قلت ما أدري شنو تشوف عندك علامات بشكل متشدد يعني ما تشوف فائدة تدايا ونا عبادة تبشاور أم زين نا عبادة أنا مش ناش نبي بنيت عبادتي أو عبادة أبي بيغمبر إن شاء الله عليه الصلاة والسلام بس تشوف بيغمبر شو جاك وجاك حجب كده ما أدري شنو ببينم بينومنتها تم تشوين ومديد كي خدي حاسك فين دبينن اني والله قططا يعني كاتشوا خدي طال رزق ماكر وكرم او جهه شر يحد لا تكس پیغمبر عليه الصلاه والسلام افشر يحد وسط تزانين سبب وغيره يجيبوكو افيت هذ طول اخو بكن هم في زان هم يا بيقول لي بس نما سلاف ابتني نا قريش ايش زعمت خطصن قبيله هدي في جاي نيت تخو بدل كان هكا تو شمس قفته پیغمبر عليه الصلاه والسلام دنگك يسر نفسه اسطوانه الوفود او دنگي دي مايكي بوچه وقت وفد تاتن جربه تاتن بروی ترن شنا قاری حتا پیغمبر تات علیه الصلاه والسلام الدمای کوم زگفته ان سا اسطوانه الوفود افدنجا وفد تاتن خلاص اجاخ اجاخ قبيله قبيله بجا قصه اسلامي كلا پیغمبر علیه الصلاه والسلام بقوات بو هيز ديني بسر كفت جا عالم طمعيات ده يعني نما قوات دي جا قريشي دتشكي كان اي دغه قوات بزفر النبا مساله ويا قالك بجنا ما انتقام او طول فكرنا عندك مروتات ناكوش الناس صعبنا بس سبب تنيا بجيك بس نابه بتنيا انما مش مصالح تخو مصالح واندش تجاره توابوزي يعني فاي يعني خلاص عالم دي بجا قصه مدينه كي قصه ما كيفش ناشيتن قريشي وما زنت وانا وكان كانت وانا قيمه نما دفين فيزا عم بزفر النبا جالك هاي فهم قوات اخوذي كان او قافله او سفياني عشان طارت ادانا عشان حشت ادانا عشان امكانات سلمان اخرى خر الكيل ده خر تجهيزه جيشا كبو حديد جيش هم مية فرل جيش صار
چند هزار؟ 3000 لشکر اینان، 3000 مقاتل و دی خلاص. یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاش به های وزانتن و انسان تانی که قرآن بیشتن یعنی بو مصالح خودی گلک گلک کن و تجعلون رزقكم انکم تکذبون سورة الواقعة بیشتن هوا بارا بتش بر مصالح و رزق دنیای هند روات کن، هند روات کن. ها اذا یعنی وقتی چوا انسان حقیه برزکر شرع حقیه بکیت سر رزقی سر مالی سر پاری سر قیمت شکی به قیمت دنیای پیغمبرت بیشی صلافت خود سر بن هندی پاری پیشی کجی قیمت نینه به دنیای خیره تو حاشا ببی عبد بو فی دنیای و پاری که کیم بو تشکی که به قیمت نه بو حقیه بجی بو حقیه بکا بو راستیه بکا دو صاحب قدر بی دو صاحب قیمت بی لدف خودی و لدف بنیاش اکا تو اف مروفا بی دیر راحت جی دیر سعادت جی اوه تایی بی کاریت کن و کار خود کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام خونه کد بینیتن چه خونه بینیتن؟ یعنی بیجیتن درعکی که اتکنه برخو یا آسه بینیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بینیتن شیره که شکستی شیره بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بینیتن چه لک تسترجی کرن گوتت شو تفسیر که یا رسول الله گوتت اف درع آسه از بین مدینه و یا باش تروه هم مدینه دا بینم نه چی غرا يوم انا يشد بجن فغنبر ريا ورد قلت عليه الصلاة والسلام شيرش كاستي قلت مرنا يكش من رفت منه الشهيد بيت كيل ياسر جكري قلت هندك صحابة دي مرن لين اكشتن افا بري شاري فغنبر عليه الصلاة والسلام يعني ها ويستشارة كاتون رأي وانا ورد قلت انشد بجن هندي جحل بون وفت متحمس وخين جرم يا رسول الله موعد ما وجوان ما ام عيبا ان يمخو المدينة بجري اصيك جوان ما الكيرا جوان ما ابو سفياني قلت موعد ما يدانين وحديه ام دتشين هنديت مظن بون وعمر بون والقلب پیغمبري عليه الصلاه والسلام رايا وشو رايا وا ام مدينه مني مدينه يا عصيه رخيتو بربت دغتين رخي كيفك هم دي رخيبين و ظلام حرسيل بلي بقرن وجنك جيل سربانه سبحان الله جنك خش دسبيك رساله وحتى اخيره خش رج دار رسول الله خش رج دار جنك جيل سربانه وقت بين او الشرخ كان يا رسول الله يعني بوفي غافي قالك جنكي تهميشت كانوا بيدورت كانوا بقيمت كانوا طاوي جني وشني مافيوت خازنو ابا بري 14 قرن تاع حقوق المراه قوتينا تا مافي جنكي قوتي حتى الشريج دا مشارك بيتن جنك اردك دا سبحان الله المزقفتي يا باش صحابه راس يعني هجبر عفتاوي واخلاقي ودا بتفرستن هيك نجبر يعني دا قدري بتقدرتن خد تعالى تشيك الجن ومر يعني فيانا بين هذا بيتن ده حياة بردوام بيت هكذا ظلام يجنك بني نفيا جنك ظلام نفيا حياة بردوام نابيت خد وصا يتشيكرين إيش برهندي بس ده احترام ويبي تقرتن ظلام رينا نشن حتى جنك ده كمش مزقفتي حتى تشن نامي ساوانا غيرة الدين أخلاقية وإلا هم عرض المزقفتي موجودة أفل حربي جي بيغمبر عليه الصلاة والسلام إيش برجن كود فيت النشيت بشت بلا موعد يخو ما أفل موضوع مصلحته أفل ديني ما تشت فايدات دايا شخير دايا أم دي ويكين شباب متحمس بنو ورأي وان بتر لتتنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دینی رأيه و استشاره وات کتنو کاین دی چی بیجن حمید بیجن یا رسول الله مدر کبن پیغمبر کار خود کت وقتی کار خود کری و شد خود حربی که نبر خود پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم گوتی یا رسول الله گوتی اکرهناک یعنی هر وکی ما تعدایی ما کتکی پیغمبری گوتی صلوات خود سر بن پیغمبر اکش پیغمبری خود نینه اکی کار خود کری بیشنی که کار خود دانیتن من توکل سر خود کر فاذا عزمت فتوكل على الله خلاص لذلك بين ذلك رأي أغلبية يا بني دين شو رأي أبرك غرب بحسي شتكت بحسي رأيتك بحسي ديمقراطيتك بحسي آراءك مجتمعي ماي بصرمانة على ما شرقي مع الأسف ترانا ديمقراطية تناكر ترانا بالرأي ودان الصانية تناكر بيجي وأنا مزانين يعني نوطناه ونوطناه في صديدات كبيدان ها وكي بري نكمل ديت كشوا يعني سيد الرئيس شوا انتخابات كرا چند اینا نوتون احصاد اینا کی تو بریم ندادی؟ اوه علما اوه نو اسلامی اوه نو الله اکبر اوه بید مسلمان شیار ببن بید مسلمان رمضان دین ما چید بیشید و ظالم چید بیشید و بیدین چید بیشید نخدعن گود 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 هنده مروبا اوه مسلماناتی بوچه سایه بوچه اسلامات متخلفن بوچه مسلمانات دیمقراطیت نینه هر مسلمانه كأنما أبا مسلمان درستن أبا عاش شنا بيغمبر يا قرتي عليه الصلاة والسلام أبا صحابنا نا نا فما ناخدعين أنا خدعين أمدي درست إن شاء الله سويت شيء أو صحابي سرتشون أو پیغمبر سرتشو عليه الصلاة والسلام سر فرازيا ديني يا ملتي يا مالي يا كسي خرية تندي ده تقول ديف بنجابت پیغمبري بش پیغمبر ناتيا بو قومكي ناتيا بو ملتكي ناتي بو بشريتي خرية ياتي بو مروفاتي خرية وما أرسلناك إلا رحمة بو قومكي نا للعالمين بو عالمي هميه